مشاهدينا الكرام في كل مكان بنرحب بحضراتكم في حلقه جديده من برنامجكم الاسبوعي عبر الكتاب طبعا بمناسبه اقتراب عيد القيامه المجيد وذكرى الام وصلب شخص ربنا ومخلصنا يسوع المسيح كل سنه وحضراتكم طيبين هنحاول ان احنا نتناول موضوع مهم جدا يرتبط بكفاره شخص ربنا يسوع المسيح ما الذي حققه موت يسوع المسيح على الصليب، ده السؤال الأساسي اللي أنجزه اللي حققه بيموتوا على الصليب إيه اللي تم؟ طبعًا ده موضوع مهم وموضوع أساسي لأنه كفارة المسيح موجودة في كل إعلان الله منذ يعني بدأ الإعلان الإلهي بدايته مع آدم وفي جنة عدن لما الله تعامل مع آدم ومع خطية آدم وايضا الى نهايه الكتاب المقدس في سفر الرؤيا مع خلق سماء جديده وارض جديده فكفاره المسيح موضوع اساسي بل ما هو موضوع محوري وفهمنا لكفاره المسيح يساعدنا على ادراك عمل المسيح بابعاده المختلفه ويساعدنا ايضا على ان احنا نكون فعلا شاكرين دائما على كل ما عمله الرب يسوع من اجلنا على عود الصليب اذ قدم نفسه نيابه عن خطايانا. مره ثانيه موضوع الحلقه هو كفاره المسيح المعنى والغرض او ما الذي حققه المسيح بموته على الصليب. عشان نتكلم عن كفاره المسيح هبدأ اولا بجزء مهم جدا وهو الكلمة العبري المستخدمة في العهد القديم اللي بتكلمني عن الكفارة هي كلمة كفر أو كفر الكلمة دي وردت في العهد القديم أكثر من مائة مرة في العهد القديم في أسفار العهد القديم ومرة واحدة ذكرت في العهد الجديد وهي تعني يمحو ده المعنى الأساسي يغطي أو يمحو وهي طبعا تشير إلى اللي احنا بنسميه غطاء الرحمة أو ذا ميرسي سيت اللي كان على تابوت العهد اللي بيرش عليه الدم مرة في السنة لكي ما يكفر عن خطايا الشعب وكلمة كفرة عن الشيء أو كفر شيء يعني ستره أو غطاه عشان كده كلمة كفارة تشير إلى الغطاء أو الستر غطاء أو الستر ده بالنسبة للعهد القديم زي ما قلت في العهد الجديد وردت الكلمه دي مره واحده وترجمت مصالحه في الايه اللي موجوده في روميا اصحاح خمسه وفي عدد 11 يقول لنا ايه؟ وليس ذلك فقط بل نفتخر ايضا بالله بربنا يسوع المسيح الذي نلنا به المصالحه. كلمه كاتالوجي دي هي المترجمه ممكن تترجم كفاره وهنا ترجمت المصالحة الذي لنا به المصالحة فبالرب يسوع لنا المصالحة يعني كان في عداء بسبب الخطية الله كلي القداسة والانسان صار خاطي نجس فصار الخطية فصلتنا عن الله والخطية وضعت ايضا حياتنا وضعت كل امورنا في موقف العداء من الله فالمسيح بموته على الصليب أتم نلنا من خلاله المصالحة أتى بالله والآب وبينا وصالحنا من خلال موته على عود الصليب موت المسيح الكفاري وده الموضوع المهم جدا لنتكلم عنه النهاردة ولو رب ادينا وقت في الحلقة اللي جاية كمان نحاول نتكلم عن أبعاده المختلفة لكن النهاردة نتكلم عن موت المسيح الكفاري واحنا داخلين على ذكرى الام شخص ربنا يسوع المسيح المركزية الموت مركزية موت المسيح موت المسيح مركز أساسي في تاريخ الفداء موت المسيح مركزيته مهم جدا نحن ندرك أن المسيح حتى عندما ولد ولد لكي يموت النبوات اللي اتكلمت عنه اول نبوه اتكلمت عنه ونتكلم بالتفصيل ذكرت ايضا عن الامه فمركزيه موت المسيح وضحت في اكتر من حاجه اول حاجه ظهرت اهميه ومركزيه موت المسيح في الطريقه التي كتبت بها الاناجيل الاربعه لما بنيجي عند الاناجيل الاربعه نيجي متى مرقس ولوقا ويوحنا كويس ونقرا في الاناجيل الاربعه بنعرف ان الاسبوع الاخير اللي هو اسبوع الالام في حياه شخص رب يسوع نال اكثر من المية من الكتابه يعني يعني خصص له مساحه كبيره من كل انجيل كل انجيل خصص مساحه كبيره جدا للكلام عن موت المسيح والام المسيح والاسبوع الاخير وقيامته وده بيقول لي قد ايه انه موت المسيح هو مركز الـ الـ الايمان المسيحي والفكر المسيحي متى خصص 33% من انجيله يكلمني فيها عن الاسبوع الاخير يعني في و... 33% من انجيل متى خصصه للاسبوع الاخير لما نيجي لمرقص مرقص خصص 37% من انجيله يتكلم فيه عن الاسبوع الاخير في حياه المسيح. لما نيجي لوقا لوقا خصص 25% من انجيله يتكلم فيه عن الام المسيح، ويوحنا الحبيب خصص 42 يعني من انجيله نسبه من انجيله يتكلم فيها عن الاسبوع الاخير. فاحنا لو جمعنا دول على بعض هنكتشف انه الاناجيل الاربعه خصصت حوالي اربعين في الميه من نسبتها للكلام عن الاسبوع الاخير الكلام عن الام المسيح عن محاكمته عن الطريقه اللي اتحاكم بيها عن وقوفه قدام مجمع سنهدريم عن ايضا محاكمته امام بيلاطس ومحاكمته قدام هيرودس ورجوعه تاني لهيرودس وبعدين حكم عليه بالصلب وبعدين اخذه الى الجلجثه وصلبه هناك وال والكلام اللي قاله الرب يسوع سبع كلمات الاخيره اللي نطق بيها الرب يسوع ودفنه وقيمته وظهوره هنجد انه 40% من نسبه الاناجيل الاربعه خصصت بالكامل للكلام عن موت وقيامة رب يسوع المسيح وده بيقول لي قد إيه هذا الألم الموت والصلب هو مركز أساسي في الإيمان المسيح لما نيجي للعهد القديم العهد القديم بيتكون عندنا أكثر من 175 نبوة سواء مباشرة نبوات مباشرة أو نبوات زي ما نقول عليها غير مباشرة يعني indirect يعني مثلا المباشر بيبقى عندي نص كتابي يعني لما الاقي مثلا آآ آآ على ثيابي القكر ده نص مباشر الي الي لما شبقتني او الي الي لماذا تركتني كشاة تساق الى ذبح كنعجه صامته امام جزء ده نص مباشر يعني في نصوص مباشره انما في مثلا اشارات وفي رموز وفي نصوص غير مباشره بتتكلم يعني فده كله في مجمله عندنا حوالي 175 نبوة عن موت المسيح تحققت بموت المسيح فالموضوع موضوع مهم جدا موت المسيح كفارة المسيح موضوع أساسي في الإيمان المسيح كلم عن الصلب في العهد الجديد الصلب أو الصليب هو مكان الكفارة أين تمت الكفارة أين تمت كفارة المسيح أين تمت؟ تمت على عود الصليب عندما سفك دمه على عود الصليب وأتكلم عن الجزء ده شوية بالتفصيل لكن المكان هو الصليب المكان هو الصليب الذي علق عليه شخص يسوع المسيح حقيقة الكفارة بقى في إعلان الله لما نسمي إحنا لما بنسمي دايماً ممكن في تسمية للعهد القديم انه تاريخ الخلاص يعني ايه تاريخ الخلاص ازاي الله بيعلن انه الخلاص سيأتي يعني الكتاب المقدس كله ممكن نلخصه في ثلاث نقط كويس او ممكن بعض بيحط اربع نقط مركزية لكل الكتاب المقدس البعض بيحط الكتاب المقدس موضوعه الاساسي الله الانسان والخلاص انه الله بيعلن عن نفسه واعلنت الله كثير عن نفسه وصفاته وطبيعته آه, قدسته آه. كل الأمور دي وبيكلم عن الإنسان اللي خلق الله على صورته لكنه سقط وأخطأ وانفصل عن الله وحياة الإنسان بعيدة عن الله وإزاي كل الشرور اللي صنعها الإنسان بالرغم من كده لكن الله كان بيعطي وعود وبركات و و و و و للإنسان والخلاص أنه من ساعة لما أخطأ الإنسان هناك أعلان إلهي واضح لنا في الكلمة المقدسة أنه الله أعد خلاص للإنسان الساقط في شخص يسوع المسيح فلما بنتكلم عن إعلان الله نحن نتكلم عن تاريخ الخلاص في تاريخ هذا الخلاص أو ممكن نسميه يعني بقى Salvation History أول, أول نبوة اتكلمت عن ألام المسيح كانت في جنة عدن لما الإنسان أخطأ والرب أتى إلى آدم وحواء والرب كان بيكلم حوى و... و و و و وكمان آه بيقول لها العقاب الإلهي آه ونتيجة الخطية لكن في وسط كلامه عن هذا الأمر الرب أعطى بصيص من النور والأمل للإنسان الساقط هذا الإنسان الساقط الرب قال له ايه وأضع عداوة بينك بين آه الحية بين الحية اللي, اللي هي رمز للشيطان وبين المرأة بين نسلك ونسلها، نسل الحية ليس حيات صغيرة، نسل الحية هم البشر اللي لهم فكر معادي لله، كل ما له فكر معادي لله يعتبر من نسل ابليس، ونسل المرأة هو يسحق رأسك، هنا مش بيتكلم على نسل بالجمع، هنا بيتكلم على شخص هو يعني الصيغة هنا صيغة المفرد هو يسحق رأسك، يبقى الرب يسوع اللي هيولد من امراه انه في ملء الزمان ارسل الله ابنه مولودا من امراه مولودا تحت الناموس ابن الانسان يسوع المسيح الذي اتى هو يسحق راسك وده تم بالصليب وانت تسحقين عقبه لكنه هيكون في الم في معاناه هو يعني هي هيقدم نفسه هيقدم نفسه ويتالم نيابه عن الخطاه. هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه هو هيميتك هي لكن الإبليس لن يستطيع أن يميت المسيح لأنه هو ابن الله المتجسد هذه النبوة الأولى التي تتحدث عن نصرة المسيح في عمل الفدائي تتحدث أيضا عن ألامه عن الألم أنه هيحقق دوا بالألم هيحققه بالصليب هذه الألم هذا الألم والموت تحدثت عنه بقى نبوات كتير جدا كثيره في الكتاب المقدس مزمور 22 ومزمور 34 و ومزمور 69 ومزمور 109 وبتفاصيل كثيره جدا في اشعياء 53 ودانيال 9 وزكريا 12 وزكريا 13 يعني انا بس جبت بعض نبوات لا هناك نبوات كثيره جدا عن الام شخص ربنا يسوع المسيح فالنبوات في العهد القديم اتكلمت بوضوح عن عن الام المسيح وعن موت المسيح لما نيجي للعهد الجديد بنجد ان يوحنا المعمدان يوحنا المعمدان في كلامه اتكلم عن الام المسيح قال هو ذا حمل الله حمل يعني الذبيح اللي يقدم كفديه ككفاره هو ذا حمل الله الذي يرفع خطيه العالم يبقى يسوع المسيح الذي اتى اتى لكي ما يرفع خطيه العالم ويرفعها ازاي ان هو كحمل مذبوح يذبح من اجلنا الرب يسوع نفسه اتكلم عن موته مرات ومرات كتير جدا الرب تنبا عن موته ان ابن الانسان ينبغي ان يسلم ينبغي ان يصلب ويقوم في اليوم الثالث ان ابن الانسان هيسلم ان ابن الانسان هيرفض ان ابن الانسان ويتكلم الرب يسوع كتير جدا في مرات عديده متى 16 ومرقس 8 و10 ويوحنا 10 ويوحنا 15 اتكلم الرب يسوع مرات ومرات عن الامه عن موته عن صلبه عن ايضا قيامته من بين الاموات لما نيجي لبعض لبعد الاناجيل بنجد انه القلب ولب ووعظ رسل المسيح يعني اللب الوعظه نفسها اللي كان بيقدمها بطرس او بولس او تلاميذ المسيح كانت بتتكلم عن المسيح الذي مات ودفن، المسيح الذي قام وظهر، فلب وعظ الانجيل، لب الانجيل، لب البشاره الساره، الخبر السار هو ان المسيح مات بحسب الكتب ودفن، وان المسيح قام ايضا بحسب الكتب وظهر، موت وقيامه المسيح. عشان كده واحد من اللاهوتين اسمه بروس ديمريست قال عباره جميله جدا، قال ايه؟ قال المسيحيه هي المسيح وكلنا نتفق على كده، المسيحيه هي المسيح والحقيقه المركزيه عن المسيح هي آلامه وموته على الصليب، يعني الحقيقه المركزيه في حياه المسيح انه يموت نيابه عن كثيرين وده اللي حتى اسم يسوع يعني. إنه وتدعينا يسمى يسوع لإنه يخلص شعبه من خطاياهم، يبقى حتى في البشارة بميلاد المسيح إنه هناك خلاص هيتم من الخطية بدم يسوع المسيح. طيب، كمل بعد كده في جزء مهم جدا. ناخد شوية عن الكفارة في العهد القديم. كفارة في العهد القديم. وزي ما قلت انه كلمة كفارة ذكرت أكثر من 100 مرة في العهد القديم لكن خلونا ناخد كده الفكرة العامة عن الكفارة وبعدين نشوف ازاي ده تم في يسوع المسيح في الجنة وقبل أن يطرد منها لما نقرأ في تكوين أصحاح ثلاثة لما الإنسان سقط وادم وحواء قبل ما الرب يطردهم من الجنه يقول الكتاب انه تم تغطيه ادم وحواء باقمصه من جلد وعش كده الكتاب يقول لنا ايه واصنع وصنع الرب الاله لادم وامراته اقمصه من جلد وايه والبسهما طبعا الافتراض من هنا انه ما دام البسهم البسه من جلد يبقى اكيد في زبيحة ذبيحه ذبحت وصنع الرب وهنا كلمه صنع مش خلق يعني يعني مش زي ما الرب قال كن فيكون لكن هنا صنع صنع الرب الاله صنع الرب الاله لادم وامراته اقمصه من جلد والبسهما وهكذا تناقل تناقل الحق دون من آدم لأبنائه وأحفاده بدأ يبقى فكرة وجود ذبيحة وفكرة وجود سفك دم فكرة وجود كفارة بدأ يتناقل من, من آدم إلى الأجيال اللي بعده أول ذكر لنا في الكتاب المقدس بإن بإنه شخص بنى مسبح كان نوح لما خرج من الفلك بعد لما ربنا أرسل الطوفان وكان نوح في الفلك مع أسرته والمية يعني نشفت واستقر الفلك وخرج نوح حي هو وأسرته وبقية الحيوانات اللي كانت معاه من الفلك يقول الكتاب إنه أول ما خرج نوح عمل إيه؟ بنى مسبحاً للرب نوح اول شخص بنى مسبح للرب وقدم عليه ذبائح للرب في تكوين ثمانيه وعدد عشرين ابراهيم واسحاق ويعقوب بنوا ايضا مذابح للرب يعني في علاقتهم مع الرب كان هناك في بناء مذابح وبما انه في بناء مذبح يبقى في ذبيحه وبما انه هناك في ذبيحه فهناك ايضا دم بيسفك وبما ان هناك دم بيسفك نفس الفكره بتتنقل الحقيقه بتتنقل انه من خلال المذابح ابراهيم لما قدم ابنه لينا صوره الكفارة البديليه يعني ابراهيم لما الرب في تكوين 22 قال له ابراهيم خذ ابنك وحيدك اسحاق الذي تحبه وقدمه محرقه على جبل المريه ويقول انه خد ابنه وصعد به وجمع الحطب وحط الحطب ورصه على المذبح واخذ ابنه ووضع ابنه وبعدين الرب كلمه وقال له ارفع يدك آه وشاف كبش ممسكا آه آه في الغابه فاتى بالكبش وقدم الكبش ذبيحه بدل ابنه فبنرى هنا البديل انه كان اسحاق لابد ان يموت لكنه الرب وفر البديل اللي اخذ مكان اسحاق وقدم على المذبح في خروج بني اسرائيل من ارض مصر بنرى الفصح طبعا وبنرى خروف الفصح اللي بيذبح واللي بيرش دمه على العتبة العليا وعلى القائمتين في نظام المساوي الناموس المساوي الخاص بالذبائح بنجد في سفر لوين الذبائح المتعددة ذبيحة المحرقة والسلامة والخطية والنظام الذبائح كله اللي كان فيه الإنسان بيقدم ذبائح كمان عندنا في يوم الكفار العظيم في لوين 16 بيكلمني إزاي إنه هذا اليوم يوم مقدس لكل شعب إسرائيل اللي فيه بيدخل مرة واحدة رئيس الكهنة بدم الزبيحة إلى قدس الأقداس ويرش الدم على غطاء التابوت اللي هو بنسميه سي سيت أو غطاء الرحمة ويصنع كفارة يوجد كفارة لأجل خطية الشعب فده بالنسبة للعهد القديم بس أنا خدتكم يعني كده شوية رحلة كده عشان نشوف الموضوع ده ايه ايه بدايته وايه اهميته الذبيحه وقبولها كانت الزبيحة التي تقدم لابد ان تكون بلا عيب لابد ان تكون بلا عيب أه سوري خليني اجيبها ماشي الذبيحه لازم تبد ان تكون بلا عيب الحاجه الثانيه انه الانسان اللي بيقدم الذبيحه وهنا دي نقطه مهمه جدا الانسان اللي بيقدم الذبيحه كان بيضع يده على الذبيحه كان بيضع يده على الذبيحة عشان ال... ال... انتقال الذنب من الإنسان الخاطئ إلى الذبيحة البريئة وانتقال حياة الذبيحة الإنسان الخاطي كويس خلونا في تليفون ناخد مداخلة ونكمل ونكمل مع بعض الأخ عبد الله من المغرب أهلا وسهلا أهلا بيك كيف حالك أهلا حبيبي كيف أخبارك أنت كويس ازيك نشكر زيني. ربنا أه... الاخوه المسيحيين الاقباط هم يعلمون علم اليقين ان القران الكريم لا يمكن ان يستحيل ان ياتي به انسان حتى ولو كان عنده عقل كمبيوتر اول شيء اوكي؟ معايا؟ انا سامعك انا سامعك كمل فكرتك تمام طيب. آه. اول حاجه مم. بالنسبه لنا المسلمين نحن المسلمين الديانه المسيحيه ديانه وثنيه ديانه اصنام تعالج معلق على صليب والكراسي يقعدون على الكراسي ونحن نسجد لله الواحد احد الواحدين في العالم الذي نش... الامه التي تسجد لله الواحد احد في العالم هي الامه المسلمه فهمت معي 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 ايوه بالنسبه لنا نحن المسيحيين مساكين تابعين اليهود واليهود اكبر محرفين على وجه الكره الارضيه واكبر خوان أكبر اشرار على وجه الكره الارضيه وخير دليل الان في هذا الزمان والمتحكمين في في الاقتصاد وفي الحروب وفي كل شيء أمور العالم كامل سلب الاموال طيب انا 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 اسالك سؤال اسالك سؤال انا بشر على وجه الكره الارضيه حاضر انا ثواني بس... طب في انت في انت, انت... حضرتك اخ عبد الله انت داخل تقول ولا داخل تتحاور انا اتحاور اوكي طيب انت حضرتك دلوقتي <applause> اوكي خليني طيب بس ارد على الاسئله بتاعتك واتحاور معاك كويس اوكي 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 انا اولا بشكرك يعني لاتصالك و... وانت حضرتك دخلت بمجموعه من الاتهامات اول اتهام إن... سواء غير الواقع الاول اتهام ان المسيحيه دي مسيحيه وثنيه وانه الكتاب المقدس كتاب محرف وانه الاسلام هو الديانه الوحيده اللي بتعبد الاله الواحد اوكي تفشي أنا, تفشي أنا, انا 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 آه ماشي انا ها انا ها يعني هاخد أخد اول جزء بتقول لي الكتاب المقدس كتاب محرف كويس انا بقى عايزك تثبت لي لانه البينه على المدعي انا عايزك تثبت لي حضرتك اتحرف أتف... امتى ومين اللي حرفه وايه اللي اتحرف كويس اثبت اوكي اه اثبت لك من من الانجيل تاعك اثبت لي اثبت لي من الانجيل بتاعك, بتاعك. شو تكلم مع الشيطان قال له يا شوتك؟ قال للشيطان قال الرب الهك اله كإله واحد له تسجد ما قالش له الرب ثلاث اقانيم له تقعد على الكراسي في الكنيسه أوكي. رجل معلق على صليب اوكي خلاص يبقى يبقى حضرتك ثواني حضرتك اولا ده كلام الرب يسوع مش الشيطان الرب يسوع قال الرب الهك تسجد واياه وحده تعبد كويس ودي حقيقه ودي كويس ثواني بس ثواني انا مش عارف انت جايب منين موضوع الكراسي ده ال... 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 انا شفت كنيسه ما انت انت رحت كنيسه انا ما اعرفش الكنيسه اللي انت رحتها إحنا انا رحت... عيد كبير في على كراسي طيب أوكي. اوكي اولا اولا الايمان المسيحي كله من اوله الى اخره يا اخ عبد الله مبني على الايمان بالاله الواحد وعشان كده عندنا ثواني عندنا نصوص كتابيه كثيره بتقول لنا انه الرب الهنا رب واحد حتى في العهد القديم يقول كده هذه الكلمات يقول اسمع يا اسرائيل الرب الهنا رب واحد فتحب الرب الهك من كل قلبك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك فنحن يا اخ عبد الله نؤمن بثلاثه الهه نحن نؤمن باله واحد مثلث الاقانيم ثواني 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 بس فانت يعني ما فيش عندنا ثلاث الهه عندنا الله بذاته عندنا الله بكلمته عندنا الله بروحه فالله ذات الله كلمه الله روح الله وده واحد مش ثلاثه فاحنا لا نعبد لا نعبد ثلاثه الهه يا اخ عبد الله لكن نعبد اله واحد كمان لما تقول إن المسيحيه لما تقول المسيحيه يعني المسيحيه ديانه وثنيه حضرتك ده اتهام خطير جدا كويس. وداخل تقوله من غير اي دليل ليه؟ لانه المسيحيه ليست ديانه وثنيه المسيحيه ديانه او لو الا اذا حق ليا ان انا اقول ديانه هي مش ديانه المسيحيه هي شخص المسيح والمسيح يا اخ عبد الله حياته كلها بتشهد عن انه هو الكلمه المتجسد شخص الكلمه المتجسد المسيح هو الشخص الوحيد اللي لو حطيت مقارنه بينه وبين حياه رسول الاسلام انت يمكن هتصعق من هذه المقارنه من حيث القداسه والبر والتقوى والتعليم وسمو التعليم والايات والمعجزات التي صنعها والتضحيه بحياته التي قدمها فهذا اتهام ليس له اساس من الصحه، انا اشجعك اخ عبد الله ان انت تقرا الكتاب المقدس و يعني تعرف عن المسيحية معرفة حقيقية قبل ان انت بس مجرد تلقي اتهامات ونحن نصلي لاجلك ان الرب يعطيك بصيرة وادراك روحي اشكرك عموما لاجل اتصالك طيب نكمل مع بعض النقطة دي انه الذبيحة اللي كانت بتقدم في العهد القديم كانت شرطها انه تكون بلا عيب انه الانسان الخاطئ يضع يده على الذبيحة ويعترف بخطاياه تنتقل كرمز لانتقال الخطية منه إلى الذبيحة البريئة وانتقال حياة الذبيحة البريئة إلى الإنسان الخاطئ الموت البديلي فكرة الموت البديلي كويس إن شخص يموت عن شخص تصبح الذبيحة لأن ثمن الخطية وأجرتها هو موت فده كان برهان أكيد لما الذبيحة بتذهب بتصبح على إنه الخطية تمنها موت والعابد كان يرى هذا الموت في الذبيحة كان يدرك أن أجرة الخطية موت ولأجل هذا كانت هذه الذبيحة تقدم يرش الدم يرش الكاهن دم ذبيحة على المذبح للتكفير والذبيحة كلها أو جزء منها كان يحرق على المذبح نظام الذبائح في العهد القديم كله كل نظام الذبائح كان غرضه أن الله يرفع غضبه ويمحو بمحو الخطيه ويصالح الانسان الخاطئ مع الله القدوس وده كان كله رمز لشخص يسوع المسيح الذي قدم نفسه على عود الصليب نيجي لسؤال مهم ما الذي حققه موت المسيح على الصليب بس قبل ما نتكلم عن الاجابه على هذا السؤال وعن النظريات المختلفه لكفاره المسيح خلونا نطلع فاصل ونرجع نكمل مع بعض مرحبا بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين في برنامج عبر الكتاب وتكمله لموضوع مهم جدا وهو كفاره المسيح المعنى والغرض. وتكلمنا عن انه ازاي في الكتاب المقدس في تاريخ الفداء الكفاره هي محور اعلان الله ومركز اعلان الله ان هناك مخلص حتى كل الاعلانات في العهد القديم كانت تشير الى المسيح الذي سيأتي في ملء زمان ويموت نيابة عن البشر لكي ما يوجد فداء وخلاص أبدي لهم إيه بقى اللي حققه موت المسيح على الصليب عمل إيه كويس آم. إيه النتائج اللي تمت من خلال موت المسيح على الصليب وهنا هاجي إلى أنا عارف إنه ده جزء يمكن مش معتادين عليه يمكن بيدرس اكتر في مجموعات او في كليات لاهوت او اللي بيحب يقرا عن الكفاره بتفاصيلها المختلفه بيتعرض للجزء ده انه خلال تاريخ الكنيسه كان في محاولات متعدده لشرح فكره الكفارة لشرح حقيقه الكفاره يعني وايه اللي تم من خلال موت المسيح على عود الصليب وازاي دون اثر في علاقه الله مع الانسان وايه اللي النتائج والبركات اللي جت لنا نتيجه موت المسيح ف معلش احتملوا معايا الجزء ده شويه انا عارف انه اللي بيحب يدرس هي يعني الجزء ده بالنسبه له يبقى كويس لكن احتملوا معايا الجزء ده لانه مهم جدا بس قبل ما ادخل فيه ممكن ناخد مداخله اخرى الاخ زكريا من المغرب السلام عليكم اهلا وسهلا اهلا بيك اخويا الله يحفظك، أنا أشكرك على هذا البرنامج، أنه برنامج أكاديمي. أشكرك. لو أن أن يبدل عبر من من الجامعات العالمية مثل جامعة بوستون وأكسفورد وكولورادو وجامعة فيرجينيا. أها. وجامعة يعني مباشرة وسط الأساتذة حتى يستفيد الجميع. امم. وكما أتمنى لك عيد القيامة أتمنى لك كل الخير ان وأتمنى ان 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 تقدم عن حول ان اقول تاريخ عن إيه؟ اقول التاريخ... يعني تاريخ شوية؟ المغرب. تاريخ المغرب تاريخ اقول المغرب من فضلك آه أوكي التي الاولى ان ده قبل غزوه وما والجتاب العرب انتوا شرم اكثر بتاعتي انا انا شويه شويه الصوت بيقطع ممكن ممكن بس ابعد شويه سماعة عن بق حضرتك وعشان الصوت يبقى واضح نعم و اتحدثت عشان شرم دي فرق بالدراسه والتحصيل ومستوى الاكاديمي وان تقدم البرنامج المباشر من الجامعات يعني خاصه الطلبه في كثير من مثل ما يعمل الدكتور هنا استاذ الفلسفه احمد العم. انا 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 للاسف الصوت الصوت مش سامعه في مشكله في مشكله في في الصوت معلش اخ زكريا حاول تكلمنا تاني أه واحنا سعداء بالتواصل مع, مع حضرتك ونسأل ان الرب يباركك أه السؤال بقى ايه اللي حققه أه موت المسيح على الصليب وهنا هدخل بعض النظريات اللي جت على تاريخ الكنيسه من اشخاص متعددين بيشرحوا لينا ايه اللي تم نتيجه موت المسيح ماذا صنع المسيح على الصليب اول نظريه بنسميها نظريه الفديه او The ransom ثيوري ونظريه الفديه انه كلمه فديه ككلمه لغويه تعني ان انت تطلق اسير شخص اسير بتطلقه او ان انت تحرر عبد يعني يعني لو في عبد متاخد وعشان ينال حريته ممكن انت تدفع ثمن العبد ده فينال حريته او لو شخص في الجيش مثلا او في الحروب القديمه كانوا بياخدوا اسرى انك تفك الاسرى دول وترجعهم تاني بتدفع ثمن هذا ده ده كلمه فديه الفد كلمه من الناحيه اللغويه تعني انه تدفع ثمن لفك اسير او لتحرير عبد فالبعض فسر موت المسيح على انه فديه النظريه دي بتقول ايه النظريه دي بتقول ان المسيح قدم نفسه فديه للشيطان دي ده, ده أنا أقدم النظرية واقدم الاعتراض عليها كويس المسيح قدم نفسه فدية للشيطان ليحرر بشرية بمعنى أنه لما سقط الإنسان كل الجنس البشري امتلكوا الشيطان بقي بقي في قبضة عدو الخير فالمسيح عندما قدم نفسه قدم نفسه لكي ما يحررنا من قبضة الشيطان فادم وحواء سلم البشريه لقبضه ابليس وقت السقوط لذلك دفع المسيح نفسه فديه للشيطان ليحرر البشريه فالفداء هو تحرير الانسان من قبضه ابليس وتقول ايضا النظريه دي ان ابليس كان يعتقد انه يستطيع ان يمسك يمسك المسيح بالصليب الا ان المسيح قام منتصرا من بين الاموات وبهذا اثبت انه ليس مثل الاخرين النظرية دي تعتبر من أول النظريات لتفسير غرض موت المسيح وترجع في تاريخها للقديس أوريجانوس اللي كان في القرن الثالث الميلادي لكن اللي كان معاصر ليه في ذلك الوقت أثناسيوس وغريغوريوس رفض فكرة أن يكون المسيح قدم نفسه للشيطان يعني دي فكرة مرفوضة نهائي أنه مش ممكن أبداً انه يقبل هذا الفكر ان المسيح قدم فدية للشيطان لكي ما يحرر الانسان من قبضة الشيطان مع والنظرية دي مش بس كده انه بترفض علشان الموضوع ده لكن كمان لانها مش بتتكلم عن تمن الخطية ومش بتتكلم على اجرة الخطية ولا عدالة الله ولا 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 حق الله وكرامة الرب فعشان كده النظرية دي موجودة لكنها غير مقبولة عند كثيرين. النظرية الثانية بنسميها نظرية المسيح المنتصر أو كريستوس فيكتور، كريستوس فيكتور، المسيح المنتصر. وهي بتقول لنا ببساطة إنه أولاً النظرية دي تعتبر من أكثر النظريات السائدة في تفسير نتائج موت المسيح. بتقول إيه؟ بتقول إن المسيح مات على الصليب لكي يهزم الشر والخطية والموت والشيطان. من اجل تحرير البشر من عبوديتهم وده اللي قاله الرب يسوع فاكرين انه لما لما اتهموه ان انت برئيس الشياطين بتخرج الشياطين في متى 12 وقال الرب يسوع انه القوي انه انه بياتي الاقوى منه ويخطف الذين معه فهو ابن الله الذي اتى لكي ما يحرر الانسان من قبضه عدو الخير من اجل تحرير البشر من عبوديتهم والنظريه دي تشبه الى حد ما نظريه الفديه مع الاختلاف في دفع الفديه للشيطان فالصليب هو هزيمه للشيطان والشر فعمل المسيح هو اولا وقبل كل شيء انتصار على الشيطان الذي يدفع البشريه للخطيه وانتصار على الشر والخطيه فالمسيح المنتصر الذي هزم ابليس وسحق بالصليب وأوجد لنا حرية وفداء وخلاص من قبضة إبليس فإحنا كنا كبشر في يد إبليس لكن بعمل المسيح اتحررنا من قبضة إبليس ده نظرية كريستوس فيكتور أو المسيح المنتصر النظرية الثالثة طبعا كريستوس فيكتور برضو فيها جزء يعني مش بتتكلم اكتر عن تمن الخطية ومش بتتكلم اكتر عن عدالة الله هي يعني بتتكلم عن المسيح المنتصر الفوكس بتاعها هو المسيح المنتصر النظرية الثالثة دي بسميها نظرية الطردية او ساتسفاكشن ثيوري ودي نظرية نادى بيها القديس أنسل في القرن الثالث عشر الميلادي قال إيه بقى؟ قال ان موت المسيح هدفه ارضاء العداله الالهيه ده جزء مهم جدا في الفكر الكتابي وهو العداله الالهيه يبقى المسيح مات او هدف موت المسيح كان ارضاء العداله الالهيه واسترجاع كرامه الله التي جرحتها خطيه الانسان فهو عمل نوع من الرضا الالهي الله رضا عن الإنسان لما المسيح دفع تمن خطايانا على الصليب، فالخطية موجهة إلى الله، ولهذا فموت المسيح كان لإرضاء الله وإرضاء عدالته. هذا التفسير للكفارة بيركز على الجانب القضائي للفداء، لكنه في نفس الوقت بيهمل الجوانب الأخرى للفداء. فموت المسيح لم يكن فقط لارضاء كرامه الله المجروحه ولكنه كان ايضا استيفاء للعداله الالهيه ورفع حكم الموت عن الانسان، يعني عايز اقول لكم انه هذه النظريات يمكن بتركز على جانب من الجوانب لكنها مش بتركز على كل الجوانب اللي اللي لينا في شخص المسيح واللي اتمها المسيح بموته النيابي على عود الصليب، فنظريه الترضيه آه ترديه آه الترديه الالهيه النظرية الأخرى هي نظرية بنسميها نظرية الحكومية أو The Government Theory بتقول إيه النظرية دي؟ بتقول إن موت المسيح هو دليل على تقدير الله للقوانين وموقفه من الخطية في حالة الإنسان الخاطئ كمان كسر القانون الأخلاقي يعني لما آدم وحواء أخطأوا كمان كسروا القانون الأخلاقي كويس وأن موت المسيح هو يكون بديل عن عقوبة الخطية المسيح دفع عقوبة الخطية كويس يعني المسيح مات ودفع عقوبة الخطية زي أي قانون مدني لما الإنسان بيكسر الوصية بيدفع لازم يدفع من خطاياه والمسيح هنا مات واخذ عقوبه الخطيه. النظريه الخامسه بتقول لنا ايه؟ بتقول لنا انه المسيح موته على الصليب كان له تاثير اخلاقي يعني بتركز على الجانب المورال او السلوكي اكتر يعني نتيجه موت المسيح الانسان سلوكياته وحياته بتتغير، فبتقول لنا المسيح جاء ومات من اجل ان يصنع تغيير اخلاقي. هذا التغيير الاخلاقي بياتي من خلال المثل الذي قدمه بموته على الصليب، يعني لما لما نتامل في موت المسيح، لما نتامل في الذي وضع نفسه، لما نتامل في محبته للخطاه، لما نتامل في تضحيته التي قدمها، نحن نتغير اخلاقيا، كويس؟ وده اللي بينتجه الصليب فينا. فموت المسيح حافز لإصلاح المجتمع وحث الإنسان على الحياة الأخلاقية موت المسيح هو استعراض لمحبة الله وبالتالي يجب على الإنسان أن يبادل الله بنفس المحبة أنا بتكلم كله على نظريات عشان ما حدش يجي يقول انت دي نظرية دي ونظرية انا بتكلم بعرض النظريات وبقول إيه الجزء الكويس فيها وايه ايضا الحاجة اللي نقصها اللي مش بتركز عليها فبتقول انه الله اعلن او اظهر محبته للانسان على عود الصليب وهو منتظر من الانسان انه يبادله المحبه ويعيش باخلاق ساميه. تقول ايضا ان الخطيه كانت خاصه بالانسان وهي مشكله الانسان وليست مشكله الله، والله محب والصليب هو اظهار لمحبه الله. طبعا النظريه دي يعني كويسه بس فيها حاجات خطيره جدا ليه لانها لا تؤكد على مفهوم العداله الالهيه ولا تؤكد على موت المسيح النيابي عن البشر هي بتقول ايه بتقول ان المسيح لما انا انظر اليه وأشوف إلى أي مدى المسيح أحبني وأحبني كخاطي وأنه قدم نفسه من أجلي كخاطي أنا بتغير وببقى إنسان كويس بتأثر بالمثل الأعلى وباخد المسيح كقدوة لي أخلاقية فبتغير وببقى إنسان أفضل والمجتمع بيتغير وبيبقى إنسان مجتمع أفضل طبعا ده بيحصل دي ده, ده جزء مهم لانه المسيح فعلا بيغيرنا بس المسيح بيغيرنا امتى؟ لما بؤمن ان المسيح حمل خطاياي على صليب، لما بؤمن ان المسيح قد كفر عنها بموته الكفاري على عود الصليب، لما بقبل المسيح كمخلص فبيغيرني من جوه، تغييري مش بيجي من مجرد ان انا انظر للمسيح، تغييري بيجي من جوه عمل الله في الانسان الداخلي بيغيره من جوه فيجعل منه يولد ولاده ثانيه ويصير خليقه جديده. فالنظريات الخمسه دي انا جبت اشهر خمس نظريات في نظريات كتير جدا لكن النظريات الخمسه دي اللي بتتكلم عن الجزء ده فيها يعني الا طبعا نظريه الا الا نظريه الفديه، نحن لا نؤمن ان المسيح قدم نفسه فديه لابليس عشان يطلقنا من يد ابليس، لكن كل نظريه فيها بتركز على جانب بتركز على جانب وبتهمل وبتهمل جوانب اخرى عشان كده لو سالتوني طب ايه بقى التفسير الصحيح لموت المسيح يعني اذا كانت النظريات دي كلها سواء نظريه الرانسم او الفدية نظريه المسيح المنتصر نظريه الساتسفاكشن او الرضا نظريه الجفرمنت آه اذا كانت النظريات دي كلها او نظريه التاثير الاخلاقي اذا كانت النظريات دي كلها فيها جوانب صح ايه اللي بقى ممكن يعني بتنقصه يعني ايه اللاك اللي فيها او النقطه اللي مش بتركز عليها هنا ناتي الى نظريه مهمه جدا في تاريخ الإيمان المسيحي بنسميها نظرية البدلية العقابية أقولها تاني البدلية العقابية أو the panel substitutionary كويس يعني إيه ال panel يعني يعني أنا أستحق الموت والعقاب لأن أجرة الخطية موت لكن المسيح أخذ مكاني فالصليب لم يكن مكان المسيح، والقبر ليس هو مكان المسيح، والموت ليس هو يعني نتيجه لحياه المسيح، لكن المسيح اخذ الصليب مكاني كمجرم، المسيح دخل القبر مكاني لاني استحق الموت، المسيح مات نيابه عني فحمل العقاب الالهي لان اجره الخطيه هي موت فمات نيابه عنا. ده النقطه المهمه جدا المسيح مات نيابه عنا وده فكره سفك الدم في العهد القديم ده فكره الفصح ده فكره ايضا الذبائح ده فكره يوم الكفاره الذبيحه اللي كان بيدخل بدمها الى قدس الاقداس دي الفكره او الحقيقه الاساسيه في موت المسيح ان المسيح بديل حمل عقابنا البديل الذي حمل عقاب خطيان عشان كده بنسميها البدلية العقابية طيب الجزء ده مهم جدا ليه لأن النظرية دي أكتر يعني آه ناس اتكلمت آه عنها كانوا المصلحون بالأخص مارتن لوثر وجون كالفين وهم أخدوا نظرية أنسلم القديس أنسلم اللي هي بتنادي بالرضا الإلهي أو الساتسفاكشن ثيوري وبيقولوا انها كانت بتقول انه المسيح مات لارضاء العداله الالهيه فده جزء مهم جدا لكن خدوا الحقيقه دي وحطوها في اطار قضائي قانوني لفهم موت المسيح فالمسيح مات من اجل خطا ارضاء غضب الله يبقى ليه؟ لان اجره الخطيه موت ونحن بخطايانا اغضبنا الرب ولما نتكلم عن غضب الله حبايب البعض لما بنتكلم عن غضب الله بي يعني وشه بيحمر كده وما بيبقاش الفكره قابله نحن لا نتكلم عن غضب الانسان لانه غضب الانسان مصحوب بمشاعر وبمقاييس خاطئه وبدوافع خاطئه نحن نتكلم عن غضب الله بمعنى بمعنى عداله الله بمعنى بمعنى قداسه الله بمعنى انه قد ايه الله بيكره الخطية لأنها ضد كل صفاته فهو كلي القداسة وهو يبغض الخطية لأن الخطية هي كسر لوصايا الله هي تعدي في طبيعتها لكل وصايا الله دي الخطية فلما نتكلم عن غضب الله ضد الخطية اه إنه فالمسيح مات من أجل إرضاء غضب الله ضد خطية الإنسان إذ حمل عقاب خطايانا آخذا مكاننا على الصليب يبقى في هنا ارضاء كويس وفي تركيز على خطيه الانسان وتمنها وفي تركيز على عقاب الخطايا وفي الاخذ المكان ان المسيح اخذ ايه اخذ مكاننا فده جزء مهم جدا في فهمنا ونحن ننظر ونتامل في صليب المسيح، نحن ننظر الى الذي وضع نفسه نيابه عنا، نحن ننظر الى حمل الله الذي حمل خطايانا، نحن ننظر الى كلي القداسه شخص ربنا يسوع المسيح الكلمه المتجسد الذي ارتضى في تواضعه وفي محبته اخذا سوره عبد صائرا في شبه الناس وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت موت الصليب فالنقطة دي مهمة جدا أن أنا أدرك أن المسيح على الصليب لم يكن موته موت أكسيدنت حادث عابر ولم يكن موت ضحية المسيح لم يكن ضحية المسيح ارتضى طوعا بكامل إرادته ارتضى طوعا بكامل إرادته أن يأخذ مكاني أنا الإنسان الخاطي ويحمل تمن خطاياي ويعلق على عود الصليب لأن أجرة الخطية هي موت لكي يكون لنا بموته وبسفك دمه حياة أبدية دي النقطة الأساسية الجوهرية في الصليب فالصليب ليس ليس سلسلة من ذهب يعلق الانسان يعلق الانسان على رقبته يعني كويس لكن الصليب هو حقيقه مهمه جوهريه جدا هو روح الايمان المسيحي طيب ناخد مداخله ونكمل مع بعض آآ آآ الاخت ام عماد الو الو اهلا وسهلا بحضرتك مساء الخير كل سنه طيبين وانت طيب دكتور اهلا وسهلا بحضرتك الحقيقه انا عايزه بس ارد على على اللي هو اسمه عبد الله دون اه ايه عا انا عايزه بس اقول له حاجه يعني هم الناس دي مغيبه لما بيجي يتكلم على على حاجه حصلت من 600 سنه فاتوا قبل الاسلام م. 600 سنه الناس عاشت الاحداث دي وسمعت ده كله وحاجات تاريخيه وحاجات جغرافيه و... كل دون وبعد كده يجي يقول ديانة ومش ديانة بعد 600 آه. سنة بعد المسيح ما قال على الصليب قد أكمل يعني ما فيش بعده حاجة مم. هما كل كلامهم على إن الكتاب المقدس محرف انهم مش لاقيين في نبوه عن 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 محمد دي, دي المشكله كلها دي كل المشكله بيدوروا بيدوروا في كل الاسفار حتى نشيد الانساب اللي أيه. مش بالظبط بيطلعوا منه ماشي يا دكتور آه. شكرا كتر خيرك رب ربنا, ربنا يبارك يا ام عماد وكل سنه وحضرتك طيبه شكرا على اتصالك آه. نصلي لاجل الاخ عبد الله ولاجل الكثيرين مثل الاخ عبد الله انه الرب يعني يزيل الغمامه من على العيون ويفتح العيون والقلب والبصيره فيرى فيرى محبه الله في شخص يسوع المسيح. فالنقطه الاساسيه في الصليب عشان كده انا بركز على النقطه دي لانها فعلا نقطه مهمه جدا احبائي لو غابت عننا يبقى احنا كل الحق عن الصليب يبقى مش واضح انه الصليب هو المكان الذي اخذ شخص يسوع المسيح مكاني فيه لكي ما يوجد بسفك دمه فداء وكفاره من اجل خطاياي. ده الصليب كويس؟ في ضوء هذا في ضوء انه المسيح اخذ ثمن خطايا وحملها نيابة عني في ضوء هذا الحق أنا كإنسان صار لي الغفران لأن الله العدالة الإلهية خدت حقها المسيح مات نيابة عني فبما أن المسيح مات نيابة عني فالله مش هياخد تمن الخطية من المسيح ومني فصار لي أنا الإنسان الخاطي صار لي غفران كويس لأن المسيح قد دفع ثمن خطايانا ومات بديلا عنا اذ حمل خطايانا على الصليب. المسيح بموته حطيتها هنا باللحم. المسيح بموته حمل عقاب خطايانا وصار بديلا عنا. عارفين الخطيه وضعتنا في موضع اللعنه. اللعنه وعشان كده المسيح صار لعنه من اجلنا. لأنه مكتوب ملعون كل من علق على خشبة هو حمل كل نتائج خطايانا كل نتائج خطايانا حملها على الصليب لأن أجرة الخطية موت وكان لابد أن يموت المسيح نائبا عنا ليكفر عن خطايانا طيب أنا أتمنى أن الحقيقة دي تكون واضحة أن الحقيقة الموت المسيح البدليه العقابيه ان المسيح بدلا عني حمل عقابي بدلا عني حمل عقابي واوجد بموته فداء وكفاره من اجل خطاياي طيب ايه البعض الايات اللي ممكن تساعدني على فهم الحقيقه دي المسيح اخذا مكان الخطاه وحمل كبديل عنهم عقاب خطاياهم شوف الايه الجميله دي رب يسوع بنفسه قال الكلام ده قال ايه إن ابن الإنسان تكلم عن نفسه أيضا لم يأتي ليخدم بل ليخدم ويبذل يبذل نفسه فدية عن إيه؟ عن كثيرين، يعني يموت نيابة عن كثيرين، يأخذ مكان عقبهم ويموت نيابة عنهم، ناخذ مداخلة أخرى الأخت فريال من لندن أهلا بيكي السلام ونعمة المسيح معاك أهلا بك يا أخت فريال كيفك شكرا جزيلا للرب أش... أعطي المجد للرب وأشكر الرب عليك نشكر رب كفيت ووفيت عن الموضوع وببساطة وبي... دائما تشرح سواء في عبر الكتاب أو في مدرسة الحياة ربنا يخليك ربنا يباركك أخي أشرف أنا بس حابة أكون الآية الرائعة في الكتاب المقدس كلمة الصليب عند الهالكين جهالة وأما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله للخلاص أنا حابة أقول للأخ عبد الله قبل ما توجه الاتهامات للمسيحيين الافضل ان تفكر بابديتك تفكر بخلاصك مم. مم. لانه صح. يا ترى اذا سالناك اين وين بعد الموت وين راح تروح مم. مم. وكلنا راح نموت أيوة. حيكون جوابك لا اعلم او ان شاء الله اذا تغمدنا الله برحمته ومن هذه الاسئله الغير الاجوبه الغير اكيده مم. لكن احنا عندنا ضمان ضمان بالرب يسوع المسيح وموت الكفار على الصليب لانه هو المخلص يا أخ عبد الله أنت وغيرك أصلي من أجلكم وكل شخص هو بعيد عن الصليب وعمل المسيح الصليب هو يعيش في الظلمة أيوة. الله صح. الآن يقدم الخلاص لكل للكل. الناس صح. لا تؤجل فرصة قبولك للمسيح أمين ولا تظن أنه ستأتي فرصة أفضل رب لربما ستضيع الفرصه نهائيا منك وستخسر حياتك الابديه فاصلي من اجلك يا اخ عبد الله وامثالك امين يا اخت فريال أخ شكرا لك اخت فريال واحنا كلنا بنصلي لاجل الاخ عبد الله ولاجل الكثيرين اللي عندهم نفس الفكر ان الرب فعلا يفتح عيونهم ويفتح قلوبهم. طيب ناخذ مداخله اخرى من اخ ابو زكريا من العراق الو مرحبا اخي مرحبا اخي اهلا بك الو نعم مرحبا والله عندي سؤال بسيط أيوة. يعني ما هي التهمه التي تم بها يعني الحكم على المسيح عليه السلام طيب ده سؤال جميل جدا. اشكرك اخو أيوة. ابو زكريا المسيح له كل المجد هو وقف وقال من منكم يبكتني على خطيه بمعنى تحدى كل الناس انه انه قولوا انا فيا ايه غلط ولم يوجد فيه اي شيء غلط فهو القدوس المولود منك المدعى ابن الله الذي يدعى ابن الله فالمسيح في قداسه كامله وفي طهاره كامله لم يعش انسان على هذه الارض ك كيسوع المسيح بدون اي خطيه قدوس وبار في كل ما صنع وكل ما فعل. لكن التهمه التي اتهم بها من قبل اليهود لو جينا من حيث التاريخ من قبل اليهود انه مجدف علشان يتخلصوا منه دي التهمه ومن قبل الرومان انه معادي للرومان لكن المسيح احبائي وابو زكريا موت المسيح ليس على يد الرومان ولا لم ياتي على يد اليهود موت المسيح هو خطه الله منذ الازل فدم يسوع المسيح معروف سابقا قبل تأسيس العالم أنه هو ارتضى أن يأتي لكي يدخل إلى عالمنا لكي يموت نيابة عنا لأنه بيحبك وبيحبني لأنه بيحب الخاطي ولا يريد أن الإنسان الخاطي يهلك لأن مسرة الله ليست بموت الخاطي بل بأن يعود ويحيا فصنع الله لنا فداء من خلال دم المسيح الذي يسفك على عود الصليب لكي يكون لنا حياه وليكون لنا فداء ابدي. انا بصلي يا اخ ابو زكريا لاجلك واصلي ان الرب فعلا يفتح عيوننا لكي ما نرى شخص يسوع المسيح في عمله وفي فدائه وفي كفارة التي صنعها من اجلنا، فهو اتى لا لكي يخدم بل لكي يخدم وليبذل نفسه فديه عني وعنك يعني عن كل انسان خاطي كل ما نحتاجه هو ان ندرك اننا خطاه كل ما نحتاجه هو ان ناتي لشخص المسيح ونقول له اللهم ارحمني انا الخاطي الى ان نلتقي في حلقه جديده لكم مني كل سلام وتحيه والرب معكم